فيها أبو الوليد الآن في الوقت الحالي دورات أنه كيف تصير ثري، كيف تصير كيف تكون ثريا في يعني وفي وقت وجيز، يعني تتكلم عن 3 أسابيع في شهر، في مش معقول هالكلام. والله أنا أعتقد أنه هذا شيء تسويقي اللي أي شخص يقول لك أنا أستطيع أخليك ثري ترى فاحش في وقت وجيز، هذا واحد من ثنتين، إما 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 محتال أو جاهل. لا توجد معادلة للثراء السريع، لا توجد، ما في طريق يقول لك 1 2 3 سووها بتصير ثري. لكن هل يمكن تحقيق الثراء البطيء؟ هل يمكن تعلم هذا؟ نعم يمكن، تستطيع أنك تتعلم كيف تحقق من 8 إلى 12% سنوياً، ولا يتطلب منك أنك أنت تتابع استثماراتك، تأخذ منك شهرياً 10 دقائق. مجرد الآن في حلول، الصناديق الاستثمارية موجودة في أمريكا لوحدها، في أكثر من 3000 صندوق، في السعودية عندنا أكثر من 300 صندوق، وهذه الصناديق الاستثمارية هي واحدة من الحلول الاستثمارية الملائمة والمناسبة جدا. طبعا تحتاج أنك تستشير فيها مدير ثروات بحيث أنه يساعدك في التوزيع المناسبة، لكنها حل موجود ومتاح. ممتاز. طيب بالنسبة للكاش الطوارئ.